تمارين، انا راح حل انا التمارين، راح حل 315 راح حل. تمام، صباح النور. اهلين يسرا. يلا نهاية اف اكس عندما اكس يسعى لاثنين بقيم موجبة. خليك معي بعد اذنك. هاي 2 زائد يعني 2 يعني اكس اكبر من 2. وين بتكون اكس اكبر من 2؟ اي هن ثلاث قطع، شوف عندي ثلاث اقسام بالقطعه هي المستقيمه. تمام، هون شو النهايه؟ ناقص 2. تمام، اللي بعدها نهايه اف اكس عندما اكس تسعى للصفر بقيم موجبه، يعني بقيم اكبر من الصفر. وين اكبر من الصفر؟ القطعه الموجوده بين 2 و4 ولا القطعه هاي؟ عاد هون موجبة 2 و4 صح؟ أكبر من الصفر. وتكون أكبر من الصفر، هي أكبر من الصفر هيك، عم تسعى نحو الصفر، هي إكس صفر، شو بيعطيني؟ يعطيني 4. صار عندي ناقص 2 زائد 4. يعني بياخذ أكبر رقم، أكبر من هي وأصغر من هي، أكبر رقم بعد الصفر. لا يا أخي. لا ب 4. وين إكس يساوي الصفر؟ هون ما؟ وتكون إكس صفر، شو بتكون واي؟ 4. مشان هيك أخذت 4. ولانه اكبر او اصغر، لانه حكينا انه النهايه شو هي؟ هي تعويض، بس عوض. طب شو هيدي يعني بتجي من هون، لانه في عندك عند الاكس يساوي صفر، في عندك كم قيمه لاف اكس؟ قيمتين، وحده هون 4 والثانيه شقد؟ 1 والثانيه صفر، في عندك قيمتين. راح اسالك سؤال، هون اكس شقد؟ وين؟ هون صفر. واي؟ طيب هون اكس شقد؟ صفر. واي أربعة. طيب اخذ هون صفر صفر صح؟ طيب اخذ صفر أربعة ولا صفر صفر، يعني اخذ صفر ولا أربعة؟ لا أربعة، لانه هو بده صفر موجب. بيجي بتطلع عم بيقول لي بده هون صفر موجب بمعنى اخر من اليمين، طلع من اليمين اي وحده منهم باخذ الاربعة، لو طالب من اليسار اي وحده منهم باخذ التحت. تفضل. لا النهايه بتاخذ بالنهايه، ما لها علاقه، لانه انا ما عم باخذ القيمه بالتحديد، انا عم باخذ لوين عم يسعى، لوين بيسعى. تمام، ففيني اخذ هذا. يعني شوف انت عم تقول ما بياخذ، لا لو كان هون اكس سالب شو بيطلع الجواب؟ واحد، بيطلع الجواب صفر. عندما اكس يسعى للصفر شو بتكون واي؟ صفر، وباخذها صفر، جوابي صفر. تمام، عندما اكس يسعى للصفر الواي ايش قال؟ صفر. وعم يقول هو انه اذا كان في هون عدم، اذا كان في دائره بيضاء يعني ما في قيمه، ما لها علاقه هي نهاية، هي لوين عم تسعى. تمام، يعني هي تساوي، ما عم تساوي للصفر، عم تسعى للصفر، عم تسعى للصفر. مثل هون وقت اكس بتسعى للناقص لا نهاية، واي لوين بتسعى؟ واي لوين عم تسعى؟ للصفر. بس هي واي ما راح تصير صفر، من الرسم تبعي واي ما راح تصير صفر، بس راح تسعى للصفر. ها؟ اه بالاس كمان، مثلا اذا كان عندك، اذا كان عندك 2 بالاس ناقص لا نهايه، شو الجواب هون؟ الجواب هو لا، هو ايش قد؟ جواب صفر، 2 اس ناقص لا نهايه جواب صفر. تمام، الرسمه هو كم رسمه، بس هي اذا حبيت ترسمها بالواقع، اذا حبيت ترسمها ما موجوده، راح تسعى نحو الصفر بس ما راح يوصل على الصفر. هاي نهايه 2 بالاس ناقص اكس عندما اكس تسعى للزائد لانها شو تساوي؟ تساوي الصفر. يسعى نحو الصفر بس ما بيوصل للصفر. يلا اللي بعده، هون عندي 2، هون عندي ناقص 4 بهي الرسمه الجميله. هي اف اكس. بدي احاول احلهم كلهم يا مو. ومفروض ما احلهم كلهم. شوف هاي موضوع مهم محمود، عند 2 هل اف اكس له قيمه؟ يعني شو قيمه اف اكس؟ يعني شو قيمه اف 2؟
ما موجود لأنه في دائرة بيضاء أصلاً غير معرف عند هذه النقطة. تمام؟ ولكن نهاية fx عندما x على 2 شقاد سالب 4، النهاية موجودة. تمام؟ النهاية موجودة بس القيمة ما أنا موجودة. دلك fx ما بتطلع لك. f 2 ما موجودة. بس هي يلا هون نهاية fx عندما x تسعة ليش قاد للواحد، وين صار الواحد؟ x واحد، يعني هي x واحد صح؟ في عندي نهايتين، في عندي هون النهاية الأولى اللي هي 3، في عندي النهاية الثانية ناقص 2. طيب باخد 3 ولا ناقص 2؟ ما في صحيح؟ طيب ليش شرحتها هلا؟ ما بيحسن ما عليك. لو سألتك بعدين، لو سألتك شو نهاية fx عندما x تسعى للواحد بقيم أكبر، بقيم أكبر، تجي تطلع لهون شو بطلع الجواب؟ سالب 2. نهاية fx عندما x تسعى للواحد بقيم أصغر؟ ثلاثة. طيب أخذ السالب 2 ولا 3؟ ما بقول الوحدة وبالتالي بيطلع معي فرق. ولكن لو إجاك بالامتحان وحدة منهم جواب موجود. تمام؟ اللي بعده رسمات كلها عظيمة ومحترمة، الرسمات تبعي طبعا كثير جميلات، شكرا لك يا رشيد، دفعني دفعني معنويا. يلا هون نهاية fx عندما x تسعى للصفر بقيم أكبر. وين x صفر؟ هاي x صفر صح؟ ليش؟ طبعا النهاية، النهاية من اليمين هي نفس النهاية من اليسار صحيح؟ والنهاية شقد؟ 4. نهاية fx عندما x تسعى للواحد بقيم أصغر. شوف أنت في عندك نهايتين للواحد، في عندك قيم أكبر، شو النهاية هون؟ 4. في عندك قيم أصغر، شو النهاية؟ 0. 4 زائد 0. نهاية fx عندما x تسعى للصفر هي x صفر، شد النهاية هو النهاية 4. لأن النهاية من اليمين بتساوي النهاية من اليسار. اللي بعده اسأل مين؟ اسأل كريم. ايه مشان تأكد انه الفكرة وصلت مين؟ هو ايه مشان ما يتأخى مرة ثانية. بس ارسم الرسمة الجميلة والأكابرية fx ناقص 2 2 3 لا تلعب موبايل هديه 5 4 شو هاد ناقص 2 ناقص 4. يلا نسأل مين قلت لي؟ كريم. ما حد يجاوب حبابين إلا كريم. وينو كريم؟ شلونك كريم؟ نهاية fx عندما x تسعى للناقص 2 بقيم أصغر، أول شيء بتعمله شو بتعمل؟ بتروح لعند الناقص 2، قيم أصغر ولا أكبر؟ هو بده قيم أصغر، عند القيم الأصغر باخذ اليمين ولا اليسار؟ بالنسبة لك شو بتاخذ أنت؟ أعطيني جواب. شو رأيكم؟ بقيم أصغر يعني بتطلع لهون باخذ ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 بتطلع شو الجواب؟ 3. نهاية fx عندما x تسعى للثلاثة بقيم موجبة، مين دور؟ مين دور هنادي؟ تفضلي. لا صفر ما جاوبت البنت؟ لا صفر فرصة صفر أهو صفر صفر موجب هذا اللي تحته الثلاثة. طيب يلا ما في موجب لا خلص سركوها بس ايه. طيب يلا هل عند الصفر هي اكس صفر صح؟ هل عند الصفر في انقطاع اصلا؟ في مشاكل؟ هون في مشاكل؟ لا بعوض يعني معوض شقد جواب 5.
شوف برجع بعيد. ايه عند الصفر هون هي اكس صفر. عند الصفر لا في يمين ولا في يسار، في استمرار، هذا بسموه الاستمرار. طبعا هو درس الاستمرار بيسبق درس النهايات بس احنا ما شرحنا. هون عندي خمسة. طب شو بين عندي نهاية اف اكس عندما اكس تسعة لاثنين الموجب صح؟ يلا تفضلي. اثنين موجب هاي اثنين صح؟ انا بدي اثنين موجب هاي اثنين موجب، اثنين موجب يعني قيم اكبر من اثنين، شو بيعطيني؟ سالب اثنين. شو بيطلع جوابهم كلهم مع بعض؟ مجموعهم هو بده مجموعهم مع بعض ست. بس هلا الثلاثة هاي كيف انت اخترت ثلاثة؟ ما انا اخترتها كريم. كريم هو اللي اختار. والله العظيم وحتى بعد ما حط كريم الجواب سألكم شو رأيكم كتبت من دون ما اعرف شو الجواب. انا بوثق برأي الجماعة. يا اخي تفرج. ناقص اثنين، وين الناقص اثنين؟ هاي ناقص اثنين. قيم اصغر، القيم الاصغر من ناقص اثنين موجودة على اليمين ولا على اليسار؟ موجودة هون. امشي مع الخط. لوين راح الخط؟ لعند الثلاثة. لوين بيروح الخط؟ القيم أكبر تروح لعند الناقص اثنين. قيم أكبر يعني هاي القطعة صح؟ تمشي معها. لوين بتروح؟ لعند الأربعة. اطلع جاورة. وين بيمشي الخط؟ تمشي معه. أيوة. تروح عند يعني إذا أكبر تروح يمين، إذا أصغر شمال. إيه. وبشوف لوين بتوصل آخر شيء. تعال نشوف آخر واحد ونسأل مصطفى عن كل التمرين. يا هدي سبعة صورة تجميلية ايش ناقص؟ يلا طيب الدور عندك. نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للصفر. تفضل. يلا عندما اكس تسعى للصفر بتروح عند اكس صفر. الصفر واحد. واحد ايوه. نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للثلاثة موجب. موجب واحد. واحد برافو عليك. اللي بعده نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للناقص اثنين بقيم اصغر. شوف ناقص اثنين وين اكس ناقص اثنين؟ هاي اكس ناقص اثنين قيم اصغر يعني من هون صح؟ شو بيعطيني؟ ثلاثة. واحد وواحد وثلاثة شو بيعطيني؟ خمسة. برافو عليك. دور مين هلا؟ بلال. يلا اللي بعده. مشكلة ما نعرفه من وين بيجي. الله مصطفى. مصطفى صار خبير. شو عندي هون؟ عندي اثنين. شو عندي هون؟ عندي واحد. الأستاذ أنا عملت هذا بدل ما أعمل يعملوا. يلا بلال. نهاية اف اكس عندما اكس تسعى لاثنين. عندما اكس تسعى لاثنين في انقطاع عند الاكس تساوي اثنين؟ لا. شو باخذ جواب؟ اثنين صحيح. نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للواحد بقيم أصغر. وين قيم أصغر؟ هي الواحد. هذا الواحد؟ لا سالب واحد. هذا الواحد. هذا الواحد هون هذا خطأ. هذا خطأ في كمان في واحد. هذا الواحد. يلا. عندما اكس تسعى للواحد هاي الواحد. آخذ الأربعة ولا آخذ الناقص اثنين؟ عم بقول لي بقيم أصغر. شو باخذ قيم أصغر؟ باخذ الأربعة. شو بيطلع مجموعهم مع بعض؟ ستة. بقيم أصغر يعني يسار، بقيم أكبر يعني يمين. فضل. هيكون خلصنا هاي الصفحة الجميلة.